انتوا كاولاد نادي الاهلي عندكم نفس السيستم يعني؟ وانت معكم لما تعمل مكسب كبير على فرقه كبيره تحتفل باللي بس ولا عدى خلاص وكل سنه؟ طبعا بحتفل في ساعتها وبعد كده بركز في اللي بعده، ده شيء طبيعي. اللي لعب في نادي الاهلي وتربى فيه اتربى على كده. اللي لعب في الاهلي اتربى على كده، فالسيستم بالنسبه لك عادي طبعا. وبتحس بايه ان انت برضو كنت في نادي كل ماتش لازم تكسب تكسب تكسب، وفي حته تانية الامور ممكن معاك تختلف؟ الامر ده بالذات كابتن حسام غالي لما جه النادي لما اتعامل مع اللعيبه نقل دي برضه عندنا، نقل دي في الجونه شويه، ان كل ماتش لازم نكسبه ومفيش تعادل. حتى لما في مطوشه احنا في مطوشه كنا نتعادل ناخد بونت حاجه كويسه لينا يعني عشان الهبوط وكده، لا لازم نكسب حتى لو الاداء كويس، لازم الاداء مثلا كويس وانت عدلت لازم تكسب، مفيش حاجه غير مكسب. خلى دماغ اللعيبه كل تفكيرهم في المكسب على طول. هو حسام ليه دور في الحته دي فني؟ حسام مدير كوره ليه دور في الحته دي ويتكلم مع اللعيبه قبل الماتش؟ مش لا مش دور فني، هو بيتكلم مع اللعيبه بصفته مدير كوره، بينقل لهم اللي هو كان يعني، هو كان لعيب كان على طول مكسب والتزام وكل حاجه، فده هو بيحاول ينقل ده للعيبه وهو مدير كوره، لكن ما بيتدخلش في اي امور فنيه ولا اي حاجه.